لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وسلم يا رب تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله في أبصاركم، اتقوا الله في أسماعكم، اتقوا الله في ألسنتكم، اتقوا الله في بطونكم وفروجكم، اتقوا الله فيما تأتون وفيما تذرون. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد علينا وعليكم العيد في أحسن حال. يومكم هذا يوم عظيم، عظم الله قدره وشرف ذكره وسماه يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله، لا يجوز صومه ولا صيام الأيام الثلاثة التي تليه، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فافرحوا بعيدكم واهنؤوا به، وعظموا ربكم واذكروه ذكرا كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ومن ذكر الله تعالى وتعظيمه، تعظيم شعائره، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والأضحية من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وهي سنة أبينا إبراهيم، وقد شرعها الله لأهل الملل السابقين، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى لنبيه: فصل لربك وانحر. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكان كثير الصلاة لربه، كثير النحر، حتى نحر بيده في حجة الوداع 63 بدنة، وكان ينحر في الأعياد وغيرها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ووضع رجله على صفاحهما وذبحهما بيده، وسمى وكبر. وليست الأضحية بواجبة، بل هي سنة من السنن، ويكره تركها للقادر عليها. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، ولا تجزئ الأضحية إلا ببهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، وتجزئ البدنة